أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة اليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية، ونبدأ من تشرين التي عنونت: الرئيس الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وعنونت أيضا: 7 مشاريع استثمارية بتكلفة 2.5 مليار ليرة في السويداء. أما الثورة فقد جاء فيها لليوم: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في أجواء مأرب. وكذلك كتبت: زلة لسان لأردوغان تفضح دوره التخريبي في سوريا ودعمه التنظيمات الإرهابية فيها. أما عربيا نقرأ ما جاء في الشروق التونسية: شرطي يوناني يسطو على محطات الوقود 11 مرة، والجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: واشنطن توقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا. أما ذا نيويورك تايمز فقد جاء فيها: سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع خاصة الشباب. أما الجارديان فكان عنوانها العريض لليوم على الدول الغربية والصين: التعاون الآن لتحقيق تغطية عالمية للقاح كوفيد 19. وأخيرا لموند الفرنسية: فرنسا تريد الخروج من مالي والولايات المتحدة تقاوم. ومن السياسة إلى الرياضة وملاعبها، حيث جاء في صحيفة آس لليوم: برشلونة يعلن التعاقد مع ممفيس ديباي. وكتبت أيضا: برباعية ثانية الماكينات تسقط البطل. أما إيطاليا نقرأ من كوريري ديلو سبورت لليوم: رونالدو يعادل رقم ميروسلاف كلوزا في يورو 2020، ومدرب ويلز: يمكنك فقط أن تنبهر بإيطاليا. انتقائية إنسانية مرفوضة، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية وجاء فيه: أصداء قمة جنيف لا زالت تلقي بظلالها على المشهد العالمي وسط الحديث عن قليل من الإشارات الإيجابية والخطوط الحمراء وخلافات وقضايا تبقى عصية على الجانبين. وفيما خص الملف السوري وما كان متوقعا، فقد تجدد الموقف الأمريكي لجهة التركيز على ما يسمى معابر من دون التطرق إلى جوهر المشكلة والمتمثل في الاحتلال ودعم الإرهاب والحصار الظالم والعقوبات الأحادية الجانب. كانت إشارة بايدن في مؤتمره الصحفي تذهب بالاتجاه نفسه بقوله: إن الحاجة ملحة للحفاظ على الممرات الإنسانية وإعادة فتحها في سوريا حتى نتمكن من الحصول على الطعام فقط، الطعام البسيط والضروريات الأساسية للأشخاص الذين يتضورون جوعا حتى الموت. وتابع الكاتب: إن المقاربة الأمريكية لموضوع المعابر غير مقبولة، فإذا كانت واشنطن تتألم لحال السوريين في بعض المناطق وهم بلا أدنى شك يعانون، لكن لا يجب أن تكون معاناتهم موضوعا بازاريا وابتزازا على حساب السيادة الوطنية. وثانيا، الشعب السوري برمته يعاني جراء حصار واشنطن والغرب وعقوبتهما. هذه العقوبات التي فرضت بغير وجه حق وتشكل عقابا جماعيا للشعب السوري. ليختم الكاتب مقاله: إذا كانت واشنطن صادقة في إحساسها بالمعاناة وتعمل لفتح معابر تخفف من ذلك، فلترفع سيف العقوبات عن سوريا وتسمح بوصول المساعدات والمواد الضرورية للشعب السوري والتي تتعلق بحياته اليومية. والآن ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية أن أمريكا خصصت ميزانيات معينة وكبيرة لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل ما سمته بالتصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. كما أضافت أن ذلك جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وقد أبلغ بذلك الكونغرس الأمريكي الذي يناقش حاليا مشروع الميزانية الأمريكية العام
عامة بما فيها المساعدات الأمنية لإسرائيل. كذلك كتبت الصحيفة: بلغت كلفة هذا المشروع نحو 1 مليار شيكل، ويأتي القرار الأمريكي بعد الزيارة التي قام بها وزير حرب الكيان بيني غانتس لواشنطن قبل أسبوعين، والتي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان: أطعمة لتحسين صحة الدماغ وزيادة التركيز. حيث يحتفل العالم في شهر حزيران من كل عام بشهر التوعية بمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، حيث تتشكل لويحات في الدماغ مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للقدرة الإدراكية وتراجع في وظيفة الأنشطة اليومية. ويمكن أن تحمي نفسك من هذا المرض وتحافظ على صحة المخ من خلال التركيز على تناول نظام غذائي صحي. ومن أبرز الأطعمة التي تحسن صحة المخ وتزيد التركيز: الخضروات الورقية الخضراء، العنب، الجوز، التوت، زيت الزيتون الممتاز، الأسماك الدهنية. طريقة طريفة لاختيار البطل. توأمان ترفضان خوض نزال بينهما في نهائي بطولة تايكواندو. عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيلها: شهدت بطولة تايكواندو للأطفال في كازاخستان حدثا طريفا تمثل برفض شقيقتين توأمين خوض نزال بينهما على لقب بطولة الفئة دون 24 كيلوغراما للإناث، وفضلتا اختيار طريقة طريفة لتحديد هوية البطل. وتفاجأ الحضور في المباراة النهائية برفض الشقيقتين التوأم آيا وسايا خوض نزال بينهما بعدما وصلتا إلى نهائي المسابقة، وفضلتا تحديد الفائز بلعبة حجر ورق مقص الشهيرة. وفازت آيا التي اختارت الحجر بينما اختارت شقيقتها سايا المقص. وشارك في البطولة أكثر من 800 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما من المدن الكازاخية كافة. وحدوث مثل هذا الموقف أمام الأطفال أمر رائع، فهو يعزز العلاقات الأسرية بما فيها الأخوة. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. هذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. لقاؤنا يتجدد غدا، كونوا على الموعد.